ملك يوم الدين، آية كريمة من سورة الفاتحة. ولعلماء التفسير وقفة لطيفة مع اسمي الله الملك والمالك. أما الملك كما هو اللفظ عند قالون وورش، فمعناه الموصوف بصفات الملك الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء. رويت هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر في كتاب الترمذي. يقول العلامة بن عاشور: والملك هو المتصرف في الموجودات والمختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم، فلذلك يقال ملك الناس ولا يقال ملك الدواب أو الدراهم. ومعناه أيضاً أن لله الملك خالصاً يوم الدين دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكاً جبابرة ينازعونه الملك، وأن له من دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء والعزة والبهاء. يقول بعض المفسرين: فالملك أعم من مالك، والله تعالى مالك المالكين كلهم، والملاك إنما استفادوا التصرف في أملاكهم من جهة الله تعالى. أما قراءة مالك يوم الدين فعموم المعنى أنه عز وجل مالك جميع العالمين، وسيدهم ومصلحهم والناظر لهم والرحيم بهم في الدنيا والآخرة. قال الطبري: وأولى القراءتان بالصواب قراءة من قرأه ملك يوم الدين، بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين، دون قراءة من قرأ مالك يوم الدين، بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء متفردا به دون سائر خلقه.